أهلا بكم من جديد. في مؤتمر صحفي عقدته الحكومة اليمنية في مقر السفارة اليمنية في القاهرة لاستعراض مستجدات وتطورات المشهد اليمني، أعلن وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي عن وجود 1164 حالة قتل خارج نطاق القانون مارستها ميليشيات الحوثي وصالح في اليمن، مضيفا أن هذه الميليشيات جندت 4810 أطفال منذ بدء الحرب على اليمن. وأضاف وزير حقوق الإنسان اليمني أنه تم رصد 72355 حالة انتهاك من قبل ميليشيات الحوثي وصالح لحقوق المدنيين في اليمن، مشيرا إلى أن هذه الميليشيات جندت الأطفال وزرعت الألغام ونفذت عمليات اختطاف. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا من القاهرة الصحفي اليمني المتواجد في المؤتمر، مؤتمر وهو غمدان اليوسفي، أهلا ومرحبا بك. نحن نستمع لهذه الأرقام الكبيرة لانتهاكات الحوثيين التي ارتكبت بحق الشعب اليمني، كيف تتوقع أن يستقبل المجتمع الدولي مثل هذه الأرقام الكبيرة؟ أولا أعتقد أن الأرقام يعني هي بشكل دائم يتم تحديثها ورفعها إلى الأمم المتحدة وإلى المنظمات الدولية التي يفترض أنها معنية بهذه القضايا، قضايا الانتهاكات أولا وأخيرا. يعني لكن ربما التفاعل الدولي يتم بشكل يعني بشكل ربما متحيز إلى يعني كثير من الأحيان. لم نجد مثل هذه التفاعلات مثلا في منظمات دولية يعني كبيرة. نلاحظ أن هذه المنظمات كل ما يعنيها فقط هو القنابل العنقودية أو ما شابه، يعني تحاول خلق إشكالية، يعني حتى لو أنها مثلا موجودة يعني بقدر قليل أو لا تضاهي تلك الانتهاكات التي ترتكب في حق المدنيين في المدن المحاصرة مثل مدينة تعز مثلا أو غيرها، وبالتالي تكون يعني تتعامل بتحيز واضح لتواجد هذه الميليشيات، بينما كثير أو معظم هذه المنظمات في الأساس لم تحاول حتى النزول إلى مدينة تعز التي ربما هي أساس الإشكالية اليمنية حاليا، ربما هي أساس الإشكالية الإنسانية، الإشكالية الأخلاقية لدى هذه الجماعة التي تحارب بكل طاقتها وقوتها فقط لكي تبقي هذه المدينة محاصرة، وهو ما يدور الآن. وبينما المقاومة من طرفها تحاول بكل إمكانياتها لأن تفتح الحصار، يعني لا تريد أن تسيطر على الدولة ولا تريد أن تستعيد شيء، فقط يعني تستعيد المنافذ لدخول المواد الغذائية إلى المدينة. يعني كل هذه الأمور لا يعني لا تخطر على بال مثل تلك المنظمة، وبالتالي يعني ارتأت الحكومة أن تفعل هذا الملف، يعني ابتداء من المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم في مقر السفارة اليمنية في القاهرة، ثم أيضا كما وضح وزير حقوق الإنسان أن يعني تقرير الهيئة الوطنية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ستضع تقريرها التي كلفت به أمام مجلس حقوق الإنسان الذي سينعقد في 18 من الشهر الحالي في جنيف، وأيضا سيرفع هذا التقرير بشكل رسمي لأن الأمم المتحدة طلبت أن تشكيل يعني لجنة مستقلة، وشكلت هذه اللجنة من 9 من القضاة والحقوقيين وهم من سيرفعون هذه الأرقام. طيب، هذه الأرقام فيها نوع يعني من الحياد يعني في كل مناطق. لكن أستاذ غمدان، يعني الآن التقارير تتحدث عن انتهاكات الحوثيين وميليشيات علي عبد الله صالح، لكن هناك أيضا انتهاك كبير يتعرض له الشعب اليمني على يدي مقاتلي القاعدة. الانتهاكات التي ترتكبها القاعدة أيضا في مناطق تواجدها في المحافظات الجنوبية لا تقل عن جسامة عن تلك التي يتعرض لها بقية المواطنين في بقية المحافظات. يعني ولو لاحظنا أن تركز يعني القاعدة غالبا في تلك المناطق يعني في جنوب الخارطة اليمنية، بينما ما زال الشمال ربما بعيدا عن هذا الصراع او عن تواجد القاعدة، وهو ما يلقي ايضا بظلاله على الإشكالية اليمنية والأزمة.
التي يفترض أن تطرح لماذا تتواجد فقط يعني القاعدة في تلك المحافظات، بينما تغيب عن بقية المحافظات التي يتواجد بها على عبد اللطيف الحوثيين. يعني وهذا يلقي بظلاله على كثير من التساؤلات حول هذا السياق، هل القاعدة ما زالت تدعم من علي عبد الله صالح يعني بشكل فعلي وواقعي؟ ربما هذا الواقع يجيب على مثل هذه التساؤلات. نعم، أنا أشكرك، كنت معنا من القاهرة الصحفي اليمني المتواجد في المؤتمر غمدان اليوسفي.